هذه ثانية بعض من إنجازات تاع العودة السابقة. الحي هذا كانت فيه أوحال، فيه مياه في وقت الشتاء، بعد تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي والطاقم تاعو رجعت هنايا مهيئة لاباس بها الفائدة تاع السكان تاع سكان 96 مسكن، ومبروك عليهم، وفي انتظار المزيد نهيئوا لهم ان شاء الله هذا العمارة تاعهم والحي تاعهم باش يكون لائق ان شاء الله. وشكرا.